الغرام اللي عشناه دقوا قلبي وبلاه داكشي اللي شفناه تبح قلبي وكواه الله يا ربي الله كندي تنسى يدرنا وما درنا كل شي خلصنا غير تعيط للبوليس وتقول لهم بان انت اللي قتلتي مراتي عميد. ما فهمت والو. ضيعتي راسك وضيعتينا. كنعرف شي ناس في تركيا بغيت نعاونكم تمشيو تما. السيده اللي تقتلت كانت شي وقت الخطيبه ديالك. كنتي تقتلت؟ بالتالي لقيت وحدايا. وغادي تمشي تعترف بالحقيقه اللي انا وانت عارفينها يا اما غادي تمشي وتكمل حياتك. انت على سلامتك. جاني كاين شي علاقه مورا هاد القصه ديال المنشطات وهاد لو سوفينير وفرح محمد العسامي. واخا دابا هاد فرح فين راه دابا؟ غير كون هاني السي عميد حتى حاجه ما غتزهق ولا كان شي حاجه انا غنتصل بك. واخا شكرا مع السلامه. علاش فرح؟ نادا ماشي فرح، نادا العيساوي. مازالين عاقلين لهاد السمية ياك؟ كانت عندي 18 عام، كنت كنبغي ماما وبابا بزاف، حتى هما كانوا كيبغيوني. كنت كنحلم نولي طبيبة ولا انفيرميير باش نداوي ماما. بابا كان كيخدم بالنهار وبالليل باش يخلص عرام ديال الدواء لماما. ما كناش باغيينها تموت، كنا عائله زوينه، كنا فرحانين. حتى لواحد النهار بحال شي كاس غالي تهرس، الشقوفه ديالو جرحونا وسيلوا لنا الدم ديال الدم ديالنا. علاش ديروا لنا هادشي؟ علاش؟ شنو درنا لكم؟ واش بابا ماشي بنادم؟ سرق الزيت باش تعفطوا عليه؟ نادم ماشي هكذاك. باباك هو اللي غلط، هو اللي اعترف على راسو. حنا شنو كنا غادي نقدروا نديروا ليه؟ والو، حتى حاجه.
ما كنتو تقدروا ديروا حتى شي حاجه. اصلا بابا فين وصل للسياميد؟ ما وصلش حتى التراب اللي كيتمشى عليه. السياميد رجل اعمال صاحب جمعيات. نسيت، هو اللي كيمول الجمعيه ديال قلب حنين. بغيت نصفق عليكم ولكن ما بقى عندي جهد. بركه بركه، ما تكذبوا وديروا فيها بريئات. كان بامكانكم ديروا بزاف ديال الحوايج، وكنتوا عارفين بلي هذا النهار غادي يوصل. دابا عرفتوا علاش هادشي كامل وقع. الشيك ديالك المحامي قال البابا يردو لك، حيت بلا الشهادة ديال صحباتك ما كان يقدر يدير حتى شي حاجة. شكرا بزاف اسيها. شكرا. هاكي هادي اختها عندك واقيلا. الشيفور ديالي جا. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. ضابط جمال مرادي من الشرطة القضائية. تشرفينا سيدي. انتم اللي عيطوا علينا لالا. يا سيدي، حيت انتم اللي اتصلتوا بينا وقلتوا لنا نعيطوا لكم في حالة ما جا شي واحد وخدا لاكا بابونتين. وجا شي واحد خداه؟ يا نعم سيدي. فوالا دونك حميد الزعري هاد السيد جا وخدا نفس الدواء اللي خليتو لينا لنوط عليه، الدواء اللي كنستعملوه في فيبروميالجي. حميد الزعري؟ وي حميد الزعري. وي عرفتو. شكرا لالا. جزاهم خير ماشي غفتي. مدام زينب، ما عرفتش باش غنبدا وما عرفتش واش غنطلب منك السماح او لا. بالنسبه لي انا واختي الله يسامح. لا بلاتي. شكون اختك؟ خديجه الزعري ماما تندى فرح، وسي محمد العيساوي الله يرحمه نسيبي. تبغي تعرفي اش وقع هذاك النهار؟ مالو يا بنت، كي كاين كي ما كاينش، المهم عندي هو انت. ممكن اليوم ممكن غدا وباقي العمر. اش كاين؟ شنو؟ اش كاين؟ الحاميه عاجبك كاتشي نقول شنو ندير؟ شنو درت؟ اش كاين؟ ما عقلتيش منين جيتك؟ كدير انت هنا؟ دوي يلا زيد 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 مع الطريق غبر. مشكلة عندها حل.
باللي حكات لي انا ذا الحقيقه كانت حاجه وحده قدامي، هو انتقم لنسيبي والختي. السلام عليكم. سمعت باللي كتقلبوا على شي شيفور. كنت كنقلب على طريقه باش نتقرب لكم، حتى النهار لقيتكم حاطين اعلان كتقلبوا على شيفور. شكرا. كنت كنفكر في حاجه واحده نصفيها للمهدي، ولكن من نهار الاول انت وادام تعاملتوا معايا مزيان، وهذا الشيء علاش ما سمحتش ليا نفسي نحرم الوليد من باه. واخا المهدي كان حيوان، ما عطاتنيش نفسي اني يتم الوليد من باه وهو متعلق به. وانت حسيت بيك كتبغي راجلك بزاف، وما بغيتكش تولي ارمله وانت في عز شبابك، وفي نفس الوقت كنت عارف انه ما كيبغيكش ويمكن عمره ما يبغيك. ومره مره كان كيقول لي راسي باش نعاود ليك اشنو اللي كيدير من وراك، ولكن كنت كنقول باللي غادي يجي واحد النهار وتعرفي انت براسك على حقيقته. هذا ديك الساعه كانت عاد رجعت من تركيا وناوي على خزيت، باغا تنتقم. وانتم ما كتعرفوش الشباب الا حط شي حاجه في دماغه. راجلك ويامي تخلوني نولي بحال شي حجره، عرفت بلي حتى شي حاجه ما تقدر تحبسني باش ناخذ حق والديا. فكرت في كل شيء وخديت وقتي مزيان باش حتى شي واحد ما يفلت من العقاب. المهدي ويلعب معنا بابي. معرفش كيفاش الواحد يقدر يكون جورناليست كبير ولاعب فاشل ديال البوكر. نسرين شوقي وريثة ديال لافامي شوقي، وكيعجبوني لي زونتيكيتي بزاف سورتو لو 19 سيكل. الا عندك شي اوبجي ديال لاغ اسلاميك مرحبا، نقدر نلقى لك شي حد اللي ياخذو منك بشي ثمن اللي ما عمرك ما كنتي تحلم به. اودي اش بينا وبين شي 19 سيكل، خلينا غير في اليوم فهاد لانتيكيتي الزوينة اللي قدامي. قبل ما نكملو الهضرة، واش عرفتيني جورناليست؟ قريتي شي حاجة ديالي؟ كدب عليك إلا قلت لك قريت شي حاجة ديالك. و جوبونس با يكون عندك أن تالون اللي يخليك تكتب شي حاجة تكون انتيريسونت بالنسبة ليا. باغ كونطخ عندي واحد الاهتمام بيك وسولت عليك. شكرا على الصراحة. بعدا نقدر نعرف شنو هو سبب هذا الاهتمام؟ شنو بان لك فيا؟ ما ديرش راسك ما كتفهمش. انا كيعجبني الراجل اللي راسو عامر، اللي ذكي وطموح، اللي كيدير شي هدف قدامه وما كيرتاح حتى كيوصل ليه. واش عرفتي فيا هاد الصفات؟ دايره شي كاميرا تبعاني؟ ممكن عندي الامكانيات اللي ندير كاميرا تتبعوك فين ما مشيتي ويسجلوا الصوت ديال الهواء اللي كتنفس. كتباني خطيره انت. لا غير عندي الامكانيات ندير اي حاجه بغيت في الوقت اللي بغيت. هي اذا لاباس عليك؟ وي قلت لك راني اريتيغ. كنت عامر. الكونت ديالي فيه اللي يكفيني حتى نموت. تموتي؟ ما ينشيك. شكون اللي ما عمر مرض في حياته؟ ها؟ الواحد راه ما كيعرف راسو سر في الزواج وفي الأسرة حتى كيتلقى مع واحدة بحالك قدامه. نسرين، أنا قبل ما نتلاقى معاك
راك تاعي حير في حياتي، وكنت كنفكر في التغيير جوستومون حتى تلاقيتك. دابا كنحس براحتي معك، هادشي علاش على قبلك انت ندير اي حاجه في الدنيا. اي حاجه تقطع البحر يومان، نعاود لك شي حاجه ما كتسالاش، نحل لك شي موسيقى ما كايناش واخا ما كنعرف نلعب حتى شي انسترومون. قتل جيرانك اللي ما خلاوكش تناسي واش تمصطيهم. عجبتني الاولى ديال القطع البحر عمان. مشات عقلتي على البحر اللي قلت لك غادي نقطعو عمان على قبلك؟ اعتبري بحال قطعتو. شو انا وياك فيما بغيتي دابا، فيما بغيتي جوسكو بو دو موند كاع. علاش نقتلو؟ واصلا فين عمرو كان عايش؟ واخا شكون داك الراجل اللي لقينا في الطوموبيل؟ ما عرفناش، ولكن كنا متاكدين هذاك ماشي مهدي. ايوا اش ما غديري انا؟ والو، حبيبي حميد عنده شي بلان. نادا، واش نكملوا داكشي اللي اتفقنا عليه؟ اه صافي حبيبي، غير سير انت، انا غنبقى هنا ونقول لهم علاش ناويين. الا تبدلت شي حاجه غنعيط لك. واخا. قدروا ندخلوا؟ دابا تفرقات كارطة وكلشي ولا باين. زينب، انتي الوحيدة اللي بكلمة منك نقدرو نكملو اللعب، ولا نعيط على حبيبي حميد نحبسو كلشي. سكوت علامة الرضا. فين غنمشي والشيف؟ قلب ولد حميد الزهري. عرفتي بدا شكون؟ الشيف رزين بالعمراني. عقلتي على داك القاضي ديال الجارديني محمد العيساوي؟ قلت لك علاش هم مره ما علينا. عرفتي شنو الكنيه ديال مراتو؟ الزهري، خديجه الزهري. نزيدك زيد، واحد العطلات جا عندي وتشكى لي من واحد الصحفيه، عطاتو شي فيتامينات وصدقهم بعض المنشطات. عرفتي شكون؟ ما تقول لي هي هاديك. هي هاديك. ايوا
الضربين ما ساكن فيها حتى شي واحد هذه شي قرن. تصوري الاثار ديال الرويدات وكاين الشاف. قلت لك تصوري. واخا دي عينك بحال ما شتي والو. شاف انت اللي سد عينك. عرفتي هادي شكون؟ فرح القاسمي صغيرة، ولكن أنا ما فهمت شنو علاقة فرح بهادشي كامل. بغات تنتقم للعيساوي. وعلاش غتنتقم؟ شنو زعما تكون من عائلته؟ بنته. هذا هو محمد العيساوي. كيفاش بنته؟ وهي كنيتة القاسمي وهو كنيتة العيساوي. دابا غتفهمي كلشي. يلا معايا. اش طاري غتطلقني؟ مازال ما عرفت. انا كندير داكشي اللي كيقولوا ليا. اش ما كيضركش خاطرك؟ بيع راسك الناس اللي عاطين كثر ونسيتي اللي شاركتي معاهم الطعام. انت كتعرف مزيان ان كل واحد فينا عنده ثمنه باش يتباع ويتشرى، وهاد الشرى تعلمته منك انت السي المهدي. راسك خفيف. ولا عطيتك كثر طلقني. حسب كثر شحال؟ وكي قلت لك كل واحد فينا عنده ثمنه. شحال بغيتي؟ وشكون اللي ضمن ليا انك ملي غادي تحط رجليك على برا ما غاديش تمشي تشكي بيا للبوليس؟ عندك الحق، غير غتطلقني غنمشي عند البوليس. باش نمشي عند البوليس خاصك تكون سميتي مهدي العمراني. ولكن عرفتي شنو؟ مهدي العمراني مات. كيفاش مات؟ داكشي اللي غادي نقول لك دابا غيضمن لك جوج حوايج. الاولى ما غنمشيش لشي بلاصه، والثانيه الفلوس اللي غنتفاهموا عليهم غتاخذهم. الا ما خديتيهمش انت اللي غتمشي عند البوليس. زعما انا غندير لك الشونطاج؟ فما كيما بغيتي.
شنو دابا؟ نعاود ليك ما نعاودش ليك، ولكن ها راهي لا هضرت غنوليو انا وياك مع رلقين مقنبه وحده، ودي خاصك تمشي معايا في الخط. ها الثمن ديالي غالي يا سي المهدي. فين عمر الفلوس كانوا بالنسبه ليا مشكل. هدر ما باش كنشابو انا وياه بحال شي جوج خوت. قول لي يا صاحبي ساليتي شويه ان بو في البلاد؟ مازال شفت شويه البلاد زوينه مزيانه. قال لي مازال ما درتي والو، ندير لصاحبي كيد نديك نوريك شي بلايص ما عمرك ما تخيلو كاينين في المغرب. ساتوجي افيك بليزير. اسمح لي جو ريفيان. شنو كيدور لك في داك الراس؟ والو واخا قلت لك ما غاديش يعجبك الحال. شحال وانا برا ندمت لي ما كنتش نجي نتمتع بالطبيعه هاد البلاد ونشم هواها نقي. ما دابا صافي ما غاديش نعاود نرجع لديك برا. جو ماري وندير وليداتي هنا ان شاء الله. ايوا على سلامتك. مزيان هادشي اللي كتفكر فيه، هادشي اللي خصو يدير الواحد. شرب هنا معايا ديما. عرفتي شنو؟ انا وياك كنتشابو ما جاتكش؟ عندك الصح. عرفتي كنتشابو منين انت؟ من هاد المنطقه غير هنايا. وانت جو سوي دي سود. لو سود وي اللي منطقه كتعجبني عرفتي. شحال دوزت فيها. انت عندك مرا وليد، انا شنو عندي ابغى هاد الوريقات اللي عايش بهم برا؟ والو ساداتك انت. لا تنكيت با ما عرفتيش الوقت شنو موجد عليك. ابروفيت ميرسي. عاد عرفت علاش مابقوش كيقلبوا عليك. اعتقدوا باللي داك السيد اللي لقاوه ميت في السياره هو انت. وتخيل معايا بعد داك كله ديالي ما عرفت كيفاش يامي تقدر يشدني. واش عرفتي باللي يامي اللي شدك؟ عارف وباينه ماشي ضروري الواحد يكون ذكي باش يعرفها.
انت عرفتي كلشي، دابا عندك باش تشدني، ما بقى لك الا دير داكشي تفقد عليه. دابا فهمت كلشي، نادا هي فرح بنت العيساوي وجات باش تنتقم لباها. مهدي غيكون في نظرك بقي حي؟ لا فيبروميالجي مرض نادر ياك. شكون هنا اللي كنعرفو عندو هاد المرض؟ هادي الامراني. اذا علاش حميد الزهري غيمشي يشري الدواء ديال واحد المرض اللي ما عندوش باش يعطي المهدي الامراني؟ اذا مهدي بقي حي. برافو لك، ما غلطتيش ملي درتي البوليس. وفين غيكون دابا؟ فين غيكون؟ جالس حدا شي بيسين وكيضرب لي باناشي مع راسو. عندك مع الطنيز الشيف. انت اللي عندك مع الطنيز كتسوليني فين غيكون؟ اسدنا اللي في شي جهه كحله. اتصل بيك دابا شهر مما هدات الامور، غتلقاني موجد لك فلوسك. تفاهمنا. هو في الطريق. ايه الله يعاون. هادشي بحال شي فيلم. داكشي ديال هيتشكوك ماشي اي فيلم. كسيري كسيري يا الشيف، بحال والو في الاخر زينب طلع هي مهدي متنكر. عندك مع النكات ها؟ واش متأكدين غادي يجي؟ ضروري غيجي. الا باقي عاقل على الفيلا ديال السي احمد يا ميت اجي هنا ضروري بالزربه.
كاين مهدي عمراني قدامي وهبط من طرقه داخل عندو الفيلا. هذو الوراق ديال السيد اللي لقينا في الضايع يوسف بالعيدي، ولكن شكون اللي قتلو؟ صراحه ما عنديش تفاصيل كثر، ولكن راسي كيقول لي المهدي العمراني قتلو باش ينتحل الشخصيه ديالو. دي ما فكرناش فيها، ورقة ديال الألمنيوم خلات التليفون ما يتلقاش. ندى العيساوي، بغينا نطلبوا منك السماحة، حنا مستعدين نتراجعوا على الشهادة ديالنا. مزيان، غادي نعيطوا عليكم. اخبار كامادموزيل اللي قربت موراها كنجبد بزاف الكوارث ياك، تقدري تغرقي، ولكن ما عنديش الوقت لهادشي دابا، داكشي علاش بغيتك تغبر عليا من هنا. يلا استعملي الباسبور اللي استعملتي ديال ديك البنت ورجعي منين جيتي. يلا قبل ما نبدا رايي. شنو غنكتبو الشاف في الرابور دابا؟ كلشي باين، اليوم يتقتل مراته، خطف المهدي العمراني، المهدي العمراني هرب باش ينتقم، وهو اللي قتل الزماكري باش ينتحل الشخصيه ديالو. هذا ما كاين، انا كتب لي الامور معقده اكثر ما هي باينه. بعد المرات الحوايج البسيطه كيكونوا صعيب انك تفهمهم. كل واحد فينا خلص الثمن. كاين اللي خلص اكثر من القياس.
بغيت أدحن بطلة كبيرة وغتبقى كبيرة في عينينا كاملين. كنت أسف على هادشي اللي درت. أنا اللي ضحكت على كامل المالحي وعطيتو المنشطات باش نشوه السمعة ديال غيت أدحن. علاش درت هادشي؟ كاينة قصة طويلة ويمكن غيجي شي نهار وتعرفوها. كنعتذر من غيت أدحن وكنبغي نقول لكم ما تظلموش الناس. ضابط أنا جات. أنا جاي الشيف. شنو واقعك لاباس؟ حبل الكذوب قصير. خنقك. تبعني نحاول نرخفو. ما مقلقينش مني. بالعكس انت اللي خاصك تسمحي لنا على كلشي. تاكد ما بقات شي حاجه في قلبك من جهتنا. لا باقي. اي كنضحك صراحه. كان خاصني نسمع هضره بابا وما نفكرش كاع ندير داكشي اللي درت. اللي مشى ما كيرجعش والعافيه ما كتطفاش بالعافيه والنفس النقيه ما خصهاش توسخ بالحقد والشر. الغرام اللي عشناه دقوا قلبي وبلاه داكشي اللي شفناه دبح قلبي وكواه. الله يا ربي الله كندي تنسى اللي درنا وما درنا كل شي خلصنا.
تدينا جينا في سفينة بحر اللي غدر بينا مواج وتعدينا تغرقنا تعلينا وهي هي الغرام اللي عشناه دقوا قلبي وبالله داكشي اللي شفناه ذبح قلبي وكواه الله يا ربي الله كيف ندي